نعم. هذا السائل من جمهورية مصر العربية محافظة مطروح يسأل عن حكم الشرع في نظركم في طلاق المرأة الحائض، هل يقع الطلاق؟ نعم، يقع الطلاق في حالة الحيض وإن كان محرما ويأثم، لأنه طلاق بدعي يأثم المطلق فيه، ولكنه يقع بدليل أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض أمره أن يراجعها، والرجعة لا تكون إلا من طلاق واقع، أمره أن يراجعها وأن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء غير مسيس. كونه أمره أن يراجعها هذا دليل على وقوع الطلاق. نعم.